مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه النهارده مع رانيا وساره. اهلا بيكي رانيا. يا مهي ازيك يا مهي اخباركم؟ كله تمام. خايفين خايفين مرعوبين مرعوبين. ولذلك موضوع حلقتنا النهارده عن الموضوع الاهم، الموضوع اللي كلنا بنتكلم فيه في كل بيت، وهو موضوع الكورونا. الكورونا بجد بقت يعني في انتشار غير طبيعي، بقت شرسه جدا، وبمنتهى الأمانة إحنا مستهترين جدا بالموضوع، مستهترين وحاسين، كل واحد حاسس كان إيه، إن شاء الله ربنا هيعديها، إن شاء الله مش هتعدي، خليها على الله. كلمة خليها على الله دي بتجنني بصراحة. ما إحنا مخليينها على الله، بس لازم ناخد بالنا، لازم نحرص يا جماعة. يا جماعة الأعداد في انتشار غير طبيعي، لمسة أكرة باب ممكن تخليك عندك المرض في ثانية. انت جالك المرض في ثانيه، ممكن تعدي كل اهل بيتك وحبايبك، هتعدي والدتك، هتعدي والدك، هتعدي ولادك، هتعدي مراتك. ليه بنخاطر وليه مستهترين بالشكل ده؟ انا مش قادره افهم يعني بصراحه. حاجه يعني ده الرئيس في احدى جولاته الاخيره يعني قال لهم يا جماعه الكمامات، يعني هنقول ايه اكتر من كده؟ مش عارفه الناس برضو ماشيه كده. العالم كله بقى عنده هستيريا واحنا الوحده اللي لسه قاعدين نهزر. تسالي حد فين الكمامه بتاعتك؟ معايا في الشنطه. معايا في جيبي. ايوه هي في جيبك بتعمل ايه؟ استفتار. يعني هي في جيبك بتعمل ايه او في الشنطه بتعمل ايه؟ وبعدين الواحد بقى بيعدي دلوقتي 100 بالظبط، وال100 بيعدوا كل واحد في المية بيعدي 100، يعني الموضوع بقى بسرعه وبسرعه جدا، ومحدش بياخد باله من تفاصيل صغيره. لو ركزنا في التفاصيل هنحمي فعلا، هتحمي اهلك جوه البيت. ده حقيقي، ده حقيقي. وبعدين يعني الانتشار سريع، السلالة الجديدة غير عادية، الأعراض ابتدت تختلف. الأول كنا بنقول للخوف على كبار السن، لا دلوقتي لا مش كده، ما بقاش دلوقتي من بقت 25 ل 45 بنلاقي يعني. شباب في عز شبابهم بيروحوا بسبب كورونا. هي فعلا يعني لما قلنا هي أنا يعني هي بتيجي، احنا مش عارفين مين اللي هيستحملها واللي هيعدي منها ومين اللي مش هيستحملها ومش هيعدي منها. شباب صغيرين بيروحوا، ناس ما كانتش عارفة إن عندها سكر، الناس ما كانتش عارفه ان عندها ضعف في عضله القلب، الناس يعني في حاجات. فاحنا لازم الحذر والحذر والحذر من هنا لعشر سنين قدام بجد، لازم نعدي الفتره دي. والعمليه مش صعبه قوي على فكره، ان احنا نبتدي نقلل خروجاتنا، نخرج في الضروره القصوى، اللي رايح شغله يروح ويلتزم في فتره خروجه، يرجع بيته، غسيل الايدين، رجعنا نهمل تاني ورجعنا اتعودنا كاننا ايه، تعايشنا مع المساله يعني. فاهم قصدي؟ بقينا مصاحبين العمليه. لما بيبقى عندك كمان ناس كبار في البيت لازم تخلي بالك اكتر واكتر، يعني طبعا. التباعد فعلا، مش لازم نقعد مع بعض في اوضه واحده، ولو قعدنا مع بعض في اوضه واحده والناس كبار لازم نفتح شباك. يعني انا شخصيا بلبس كمامه في البيت على قد ما اقدر، لانك قاعده مع باباكي فبالتالي خايفه عليه. صعب في البيت، طول الواحد بيقول هو خارج بيبقى محيط بناس لو كتير، لو معاكي حد كبير مش هتسامحي نفسك. بالظبط كده، افرضي ان انت ناقله الفيروس من شغلك وانت مستحملاه، انت حامله بس ما ظهرت لكيش اعراض، هتعملي ايه؟ هو هيلقطها منك بسرعه جدا. الوقت الموضوع فعلا يعني ناس كتير قوي عندها الفيروس وحامله الفيروس وهي مش حاسه او مش ظاهر عليها اعراض. فهنا دلوقتي بنقول ان كل واحد يا جماعه يكون مسؤول عن نفسه، مسؤول عن اهل بيته، مسؤول عن اصدقائه اللي في العمل اللي بيحيط بيهم. كل واحد يخلي باله، لان الموضوع فعلا بقى صعب قوي وبقى مخيف. العالم كله، مش احنا بس اللي خايفين، العالم كله خايف، كله وقف، المطارات كلها اتقفلت، احنا اللي قاعدين لسه مفيش. احنا بس عايزين نفكر الناس او نقول لهم ايه هي الاعراض الجديده اللي اعلنتها وزاره الصحه على الكورونا الشكل الجديد. ايه هي الاعراض؟ اول حاجه في رشح، ثاني حاجه في كحه، والكحه بتبقى ناشفه شويه، فقدان حاسه الشم والتذوق، القيء والاسهال، او الاثنين مع بعض، او يعني واحد بس. يعني لو في قيء او اسهال لازم الواحد بسرعه يركز ان دايما يبقى الترمومتر معاه لو في ارتفاع في درجه الحراره، كمان ضيق في التنفس وصداع. يعني قعدت 3 ايام عندي صداع من كتر ما انا كنت مرعوبه. اول حاجه عملتها ان انا طبعا كلمت الدكتور لما الصداع فضل 24 ساعه. اول حاجه قال لي خلي الترمومتر بتاعك جنبك، اتحركي في البيت بالكمامه، ما تقعديش مع حد من غير كمامه والترمومتر جنبك.
لو حرارتك ارتفعت حتى ولو نص درجة تكلميني على طول عشان نشوف بقية الأعراض ايه اي حاجة. بالظبط، هي الفكرة ان الناس بتستنى ان احنا نعرف عندنا اول ما تسخني. ما هو بصي يعني اول ما ندخل حسينا بصداع، لقيتي حاجة مش عادية، انت كل واحد برضو مقياس نفسه طبعا، بتحسي على طول ان دي حاجة مش العادي بتاعك. انا بقول ان مش شرط ان كذا عرض يبقى موجودين، ممكن عرض او اتنين بس وتبقى مصابه بال. طب انا ما عايزه اسالك سؤال بقى، هستشيرك كده. حد قريب مني جدا الفتره دي هو ما بتشمش خالص، ما بتتذوقش، جسمها على طول همدان. قريب منك؟ لا مش قريب مني، لا مش معايا في البيت. لا 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 مش معايا في البيت كده. لا لا بالتليفون، لا بالتليفون والله. فانا قلقانه عليها جدا، وهي فعلا قاعده بقى مرعوبه. لا هل ده كورونا طبعا، هل ده مش كورونا؟ اللي هو انا عايزه اقول لها طب روح حللي بقى، ولا تعمل ايه، تتصرف ازاي من غير نقاش؟ تروح طبعا، تروح تحلل من غير نقاش، تروح تحلل طبعا. تروح تحلل ما فيهاش طبعا، ما فيهاش هزار. اصل خلي بالكم من حاجه، بعد الشر ألف مره عن كل اللي بيسمعونا. المشكله في ايه؟ ان احنا ساعات بنبص نلاقي حد خد الكورونا وعدى، وعدى كانه دور انفلونزا، بتبقى جايه له مايلد جدا مفيش حاجه. حد تاني بتجي له بقوه ويقول لك الام مبرحه في الجسم ومش عارفه ايه وكلام. طبعا مختلف. حد تاني بعد الشر ألف مره بيجي له بيروح فيها. احنا مش هنجرب، احنا مش هنستنى. فحسيتي بالاعراض يعني اهم عرضين التسوق، التذوق وال ده اهم عرضين. ما انا بقول ازاي هي قاعده مستنيه مثلا، يعني مستنيه ايه؟ ما حد معاها في البيت كان عنده نفس الاعراض بس عمل تحليل وطلع ايجابي، ما فيش اي مشكله. طلع سلبي قصدي؟ طلع سلبي قصدي، ما فيش اي حاجه. انا كان كده. لا وهي كبيره في السن كمان، يعني تخيلي كمان بقى. يعني انا القصه دي سمعتها، الدكتور بيقول لي ان يعني طبعا هو بيشوف حالات كتيره بتجيله، واحده جات له هي بترضع، فقدت حاسه الشم والتذوق وبترضع، اوف، ومعاها طفل رضيع، بيبي رضيع. يا ترى يعني تعمل ايه؟ يا ترى لازم تبتدي على طول؟ على طول يعني تبتدي على طول. المشكله بقى عارفه في ايه كمان يا رانيا؟ ان بنبص نلاقي في ناس بتعيش القصه منها لنفسها. ما اللي هو ايه بقى؟ احنا بقينا بننشر لبعض كده البروتوكولات بتاعت العلاج. اللي هو يا جماعه لو جالكم ولو حسيتوا كذا كذا كذا، اول حاجه تاخدوها كذا وكذا وكذا، وبندي روشتات لبعض يعني عارفه ازاي ازاي يعني الكلام ده. لو لسه اول يوم هروح للدكتور بكره، فلغايه بس ما اروح له بكره، او لغايه ما يجي من السفر بكره، او لغايه ما يفتح العياده بكره، فهاخد مثلا بنادول يعني اي حاجه، هاخد حاجه كده. بس كل واحد فينا جسمه مختلف عن التاني، كل واحد فينا جسمه محتاج حاجه غير الثانيه، فاحنا لازم نراعي ده جدا، ونراعي ان انا لازم في، على فكره دكاتره دلوقتي بالتليفونات كتير جدا، دكاتره حالات حرجه. فاكره يا رانيا لما قلت لي الموضوع ده، قلت لك الواحد بيبقى محتاج دكتور يرفع سماعه التليفون يقول له انا حصل لي كذا يا دكتور، مجرد ما يعمل التحليل او يعمل الاشعاعات بتاعته او يعمل كذا، لازم على طول يتابع مع الدكتور، هو اللي بيكتب لك البروتوكول المناسب ليك. الله يكون في عونهم، الله يكون في عون الدكاتره طبعا، واللي بيدخل عليهم يعني وبيروح لاهل بيته، ويعني ومعرض يعني نفسه. ده الدكاتره كمان كده، ده غير اللي في المستشفيات، دول بقى الله يكون في عونهم بجد طبعًا. ده في منهم ما بيروحوش طبعا، ما بيروحوش، هم قاعدين خلاص. ما هو بالظبط هو قاعد لانه بيشرف على حالات، زائد ان هو يعني خايف برضو يروح. خلي نفسك متجوزه دكتور من دول وبيروح كل يوم، دي صعبه قوي، دي بقى صعبه قوي بجد والله. يعني ربنا يكون في عونهم وفي عون اهاليهم، ويا رب يحمينا كلنا من الوباء ده، واي حد قريب مننا ربنا يشفيه ويعافيه. بس لو هنخلي بالنا من الاول، كنت لسه هقول اهم حاجه فعلا كل واحد يكون مسؤول عن نفسه، المحيطين بيه يا جماعه. كل حاجه مع خلاص عرفنا بقى، غسل الايدين، التباعد الاجتماعي، ما نقربش من بعض قوي، بلاش الخروجات اللي هتجمعنا ببعض، الاكل، الفيتامين سي، بالظبط كده، نقوي مناعتنا على الاقل. الكمامه حد ده، حتى طريقه استخدامنا للكمامه يا رن غلط. اللي هو بترميها في الشنطه وتاخديها من الشنطه تحطيها على وشك، وتاخديها من وشك تحطيها على دقنك، ومن دقنك تحطيها على شعرك، وعمالي تعمليها شويه ستات وشويه مش عارفه والله مش بنرفعها كده ساعات، وشويه مش عارفه على مناخيرك، وبعدين شويه تتكلمي تروح منزلها في دقنك. ايه اللي احنا بنعمله ده بجد؟ احنا ايه اللي بنعمله ده؟ انا حتى بفكر فيا انا واصحابي اللي بنقول لا احنا بنغلط كتير جدا، ومش المفروض تترمي في الشنطه جنب النضاره والمفتاح والمش عارفه ايه والكلام ده. لا على العربيه بقى، طب لولا العربيه بقى. وبعدين الناس اللي بتنزل الكمامه لتحت كده غلط، المفروض نشيلها كده، هتشربي الكوفي بتاعتك او الشاي
وبعدين تروحي مرجعاها تاني، لكن لتحت كده لتحت ونشد لفوق ولتحت ولفوق انا بنسى ساعات. بس كل ما اجي اعمل كده افتكر لا شيلي من هنا اشربي وارجعي تاني حطي الحاجه بتاعتك بالظبط. بس والبرتقال دلوقتي احنا في الشتاء واليوستفندي والليمون، يعني خلينا فعلا نشوف طيب مع بعض كده الارقام ارتفعت في الاسبوع الاخير. بصوا احنا بنعمل ايه في نفسنا، يعني احنا كنا 611 حاله جديده وعدد الوفيات 28. بصوا بعد اسبوع بقت 1189 وعدد الوفيات 43. احنا تضاف يعني الضعف تقريبا في اسبوع. ده دول يا جماعه ده دول بالظبط، دول اللي راحوا المستشفيات الحكوميه فقط مسجلين. في ناس كتير مش مسجلين بالظبط كده، في ناس مش مسجلين، في ناس قاعده مع بعض مع نفسها كده في البيت، في ناس بتعمل في مستشفيات خاصه وفي معامل تحليل خاصه، وفي ناس حمل الفيروس وما تعرفش اساسا، في ناس اتوفت وهي ما تعرفش ان هي اتوفت بكورونا او اهلها ما يعرفوش. فاحنا عندنا ارقام فوق عقلنا ما يتخيل، يعني بجد مش عارفين نقول ايه. يعني انا اعرف مش اقل من 10 15 حاله وكمان قاعدين في بيوتهم. لو ال 10 15 حاله دول عادوا كام حاله وعملوا كام حاله انا ما اعرفهمش. لكن في الاول يا رانيا في مارس مثلا والحاجات كده، لو اول ما ابتدينا بقى نقول عزل وكلام من ده كنا ايه لما نسمع ان حد جاله كورونا اللي هو نتفزع بقى، في فلان الفلاني اللي هو بعيد جدا عنك ما تعرفيهوش جاله كورونا، ونبقى قاعدين مستنيين ده هيحصل له ايه. دلوقتي بقت قريبه قوي يا ماما، قريبه قوي. انت في تجمعك السكني، في عمارتك، في وسط اهلك، في اسرتك، في شغلك في وسط زمايلك، في وسط اصحابك، كل عيله فيها حد. كل عيله فيها حد. بصي امبارح كم الفنانين اللي جالهم مره واحده؟ حوالي 6. ده من المعروفين يعني، فاهم قصدي؟ بس في حاجه غريبه، يعني المره اللي فاتت يعني كانش منتشر، حد واحده صاحبتي جالها وهي متجوزه فنايمه جنب جوزها، جوزها ما جالوش. دلوقتي بقى يعني انت جالك العماره كلها عشان عندها كورونا خلاص. بيقول المتحاور ده سريع الانتشار، الجيل الجديد سريع الانتشار جدا، واعراضه مختلفه وكل حاجه، فلازم نتعامل بحرص اكتر. يعني هنفضل نقول دي مهمتنا ان احنا نفضل نقول يا جماعه الحرص الكمامة مش رفاهية، أرجوكم. والكمامة ما تقعدش معايا بالعشر أيام، أنا قاعد بقى كل ما أخش البيت لا في ناس كده، في ناس طبعا بتقلعها وتحطها في البيت وهي نازلة تروح لابساها هي تاني، لا هي لها عمر افتراضي بعد كده ما خلاص ملهاش لازمة، ولا كأنك حاطط حاجة بقى. الفلوس يا جماعة، الفلوس خلوا بالكم من الفلوس. الفلوس لازم يعني على الأقل يعني خلي معاكي حاجة حطي فيها الفلوس لما تروحي، يعني بتطهريها. حاجة تانية كمان، الحاجات اللي بتيجي من السوبر ماركت، كلنا بنطلب حاجات من السوبر ماركت، بتاخدي الكيس مكان ايد الدليفري. المفروض ان انت تبقي عارفة كويس ان انت ده بتسيبيه حاجة كده على الباب تحطي فيها الحاجة، تفرغي الحاجة، بيبقى معاكي مطهر الفوطة ولابسك جوانتي برضو وانت بتفرغي طبعًا. الحاجة صح طبعا، كل صح. حاجة لازم تتمسح، مفيش هزار. يعني مفيش، وخصوصا بقى الكنز كمان بتاعت الحاجات الساقعه كده يا جماعه، كل الحاجات اللي في السوبر ماركت دي بتتمسك بالايدين صح. وممكن اخد دي لا بلاش دي، اخد كده خلاص هو لمسها خلاص خلصت كده. يعني دايما في بالنا ان لمس اي حاجه خلاص بقت محمله انا نفسي الاجراءات الاحترازيه خلاص تبقى عاده بقى في حياتنا، زي ما بنصحى من النوم نشرب وناكل ونفطر ونشرب الشاي او الكوفي بتاعنا، لازم الاجراءات الاحترازيه يا جماعه تكون عاده في حياتنا. بس طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع مره تانية معانا دكتور بقى هيقول لنا عن نعمل ايه وناكل ايه وازاي نتعامل مع كل حاجه في حياتنا عشان ربنا يقينا شر هذا المرض اللعين. يا رب. فاصل ونرجع لكم مره تانية. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية ومعانا ضيفنا دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. هنتكلم عن كورونا واللي عاملاه فينا كورونا والسلالة الجديدة والجنريشن الجديد منها اللي احنا بجد مش عارفين نعمل ايه ولا ايه ولا ايه.
دكتور مجري، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا دكتور. جميعا دكتور، احنا بجد خايفين. لا تخافش، والانتشار بقى سريع جدا والاستهتار بيزيد كمان. زي ما يكون ايه، اتعودنا ان احنا عايشين مع كورونا فخلاص ربنا هيسهلها وان شاء الله ما فيش حاجه وبتاع. أيوة. يعني عارف الاول كنا خايفين ومخضوضين، وبعدين فجاه كلنا ريحنا وتعاملنا معاها كانها حاجه عاديه، بقى دي زي الانفلونزا يعني بنعيش بيها. طبعا هو غلط، خطا كبير جدا. العالم دلوقتي كله بيئن من الكورونا، والارقام اللي عاملها قبل ما ادخل بس بدقائق، عندنا في العالم كله عمل 80 مليون و 828,921، رقم كبير جدا قوي. يعني معنى كده الناس في استهتار. دول كلهم استهتروا، لما مش عارفين، لما عندهم جهل او تجاهلوا، او بيقولوا ما فيش حاجه. لا، ده 80 مليون ده حاجه صعبه جدا. المشكله بقى الثانيه، اللعبه بقى خطر، اللعبه بقى قاتل. اللعبه بقى قاتل مع هذا الفيروس، بحيث ان احنا فقدنا من اشقائنا في كوكب الارض 1,767,014 ماتوا. ده داخل على 2 مليون يعني. ناس ماتت، واسر فقدت عائلها، اطفال اتيتمت، مصانع اتقفلت، دول كتيره جدا فقدت. يبقى في خطر كبير جدا. الناس مغيبه، العالم مش بس في مصر، حتى في اوروبا خرجت. انا جايب صور معايا، يا ريت يعرضوها. في صوره في المانيا، وفي صوره في المانيا واحد عامل بيستهتر بالكمامه، عاملها مخرمه، هتشوفوها دلوقتي. والتاني عامل كمامه وحاطط فيها كمامه وفتح فمه وطالع منه والانف والكلام ده، ودول جالهم كورونا. اخدين الموضوع ضحك. يا ريت بس يعرضوا الصور، شايفين؟ إيه؟ هل هذا يجوز في اوروبا؟ لا طبعا. انت تستهتر؟ ده جاله كورونا. في اوروبا والدول المتقدمه وخرجت مظاهرات، في بعد كده هتلاقي في صوره المظاهره كلهم خارجين في اسبانيا. ده اللي ايه سبب الموجه الثانيه؟ الموجه الثانيه خرجوا في اسبانيا، شفتي؟ في كمامه تبقى مخرمه ومتصور بيها. استهتار هو يعني. ده اوروبي المفروض بقى. شوف بقى بعد، هتقولي بقى فعل كده صوره ثانيه، المظاهرات خرجت في اسبانيا يقولوا تسقط الكمامه، الكمامه تكمم الافواه، مش عايزينها. وبعدين؟ وبعدين عملتوا في ايه؟ انتم سبب الموجه الثانيه. الموجه الثانيه جت من هنا. كل اوروبا اكتوت من الموجه الثانيه عن طريق المظاهرات دي. في امريكا كان الرئيس الامريكي ترامب كان بيعمل الحملات الدعائيه بتاعته بيتعمد ما يلبس الكمامه، اصبح اللي بيحبه مش عايز يلبس الكمامه، والطرف الثاني يلبس الكمامه. قدوه بقى، دخلوها في سياسه. وبالتالي امريكا اكتوت. امريكا دلوقتي للاسف عندنا في امريكا عملت دلوقتي كام، في كل مليون في امريكا فيهم 50,061 حاله اصابه. كل مليون فقدوا 1,020. يبقى العالم بيفقد في كل مليون 225 بس، والاصابات 10. دكتور 10,000. دكتور انا عايزه النهارده مهم جدا ان حضرتك تقول لنا ايه مثلا الحاجات اللي احنا ممكن نعملها، اجراءات احترازيه. أيوة. احنا عارفينها، بس عايزين برضو مهم قوي الاكل، المناعه. طيب. الحاجات اللي تقوي المناعه، عشان بس الناس تبقى عايشه معانا في الصوره. انا بس عايزهم يعرضوا الصور اللي هي الموجه، بس يعرفوا يعني ايه موجه دلوقتي. أوكي. في ثلاث صور هنشوفهم بعد كده هنعرف ايه الموجه. طيب. الموجه جديده يعني. الموجه يا ريت تصور الموجه معناها ايه. خليني اشبهها بايه. شوف دي امريكا، دي امريكا. امريكا مش في الموجه الثانيه، لا دي في الثالثه. بصي عندك اوبا اثنين، تشوف الثالثه عامله ازاي. الثالثه عاليه جدا، بتعمل فوق، بتعمل كل يوم كل اربع ايام بتعمل مليون حاله جديده. شوف الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها بعد اذنك، شوف العالم بقى. العالم بيعمل 500 حاله كل دقيقه، و10 وفيات كل دقيقه. عامل في يوم واحد 736,000 وكسر في يوم واحد اصابه. الصوره اللي بعدها بعد اذنكم، مصر الحمد لله. خلي بالك الموجه الاولى، شايف الموجه الاولى؟ كنا عملنا في قمه الموجه الاولى 1,774 حاله يوم 19 يونيو. على اليمين بتاعي الموجه الثانيه ابتدت تعلى، انتوا بتعلوها بقى لنا ثلاث ايام بتعليها. يبقى انت بايدك وبايد كلنا لو تعاوننا ممكن نكبح جماحها ونكبسها خالص ونطمسها. يبقى طيب. ازاي بقى؟ ازاي؟ بالظبط. كل واحد فينا لازم يبقى ماشي في الشارع ومعاه الكحول بتاعه. خلاص معاك الكحول، هتعمل بيه ايه؟ كل شويه هتطهر ايدك، وايدك تبقى بتيجي تطهرها يبقى ما تلبسش خاتم. ما تلبسش غويشه، ما تلبسش ساعه، ليه؟ لان اكيد الناس اللي في اوروبا اللي ماتوا دول كانوا لابسين خواتم وكانوا بيستهتروا بالكلام اللي انا بقوله، وبيقولوا ان الخاتم ما فيهوش حاجه. لا فيه، وانت بتروح تغسل ايدك، تغسل ايدك بالميه والصابون او بالكحول وتطهرها، هو الفيروس مش هيستخبى تحت الخاتم؟ تحت الخاتم، تحت الساعه، وفي الغويشه. يبقى الحل خلي ايدينا من غير اي حاجه. واحد.
اثنين تبقى ضوافر قصيره، ثلاثه احنا دلوقتي بنتعلم من اخطاء الاخرين، ليش الناس بتموت؟ ليش الجيش الابيض بتموت؟ اتعلم اخطاء كل شويه. انا لمست السطح ده على طول اروح ماسك الكحول ومطهر ايدي، اعمل الكحول معايا اوكي اطهر ايدي. اطهرها ازاي؟ دي هتعلمنا كذا حاجه. اوكي ده اللي بيعملوه. لا افتح بقى ايدك يبقى هتعمل صابع صابع اكنك بتغسل ايدك، داير ما يدور داير ما يدور ومش بيشكل. لا افتح بقى افتح افتح لان الميكروب بيستخبي هنا، يبقى تعمل كده. خطوط دي لازم تغسل كويس جدا او طهر كويس جدا. عملت بالطريقه دي ايدك مطهره ماشي، خارج من البيت البس الكمامه. ما تلبس الكمامه وايدك مش مطهره او مغسوله، هتلبس الكمامه تلبسها صح وعارف اللون الملون بره والفاتح ثانيه واحده يا دكتور عشان دي نقطه مهمه جدا، هنروح لفاصل بس ونرجع مره ثانيه نكمل كلام حضرتك. معلش ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ولسه بنتكلم مع دكتور مجدي بدران عن ازاي او ايه الادوات اللي احنا ممكن نستخدمها لتجنب مرض الكورونا او فيروس الكورونا. دكتور حضرتك كنت وقفت عند الكمامه، وازاي نلبس الكمامه عشان احنا الكمامة بنلبسها كل الطرق. الكمامه ممكن تبقى قاتله وفعلا قتلت ملايين، يعني برضو من ضمن من الملايين اللي ماتوا دول كانوا لابسين كمامه وكلهم عارفين غسل الايدي، بس قلنا غسل الايدي غلط ما بيعرفش يغسل ايده ازاي، او بيغسلها بالطريقه دي. بيغسلها بسرعه، بينشف هدومه، بينشف الهواء، بينشف فوطه حد يديها له، بينشف منديل حد يناوله، بينشف فيه المكنه اللي بتطلع الهواء السخن فالميكروبات بتطلع عليه وعلى غيره وعلى وشه. يبقى دي يبقى لازم التكفيف. اصل هو غسل ايده كويس جدا بس هو خارج من الحمام فتح الباب، اصله طفى النور مطر حد اوريدي. طب ما ده غير اصل هو قاعد في الحمام وطول شويه في الحمام ومش واخد باله ان الحمام احد الاماكن الخفيه التي يرتع فيها الفيروس، وده الاماكن الخفيه اللي جوه بيوتنا اللي ممكن تخلي ينطلق في منصات اطلاق للفيروس. يبقى فين؟ اسانسير في عماره، في البيوت، في الحمامات، في الاماكن الضيقه، في اماكن العمل، لو كان بقى في مستشفى، لو انت بقى واحد رايح يزور مستشفى وبعدين راح الحمام يبقى كل في المستشفى دخل الحمام. يبقى تاكدوا ان باب الحمام والحمام وهواء الحمام وكل ما هو في الحمام هتلمسوه، الايد السيفون كل ده كله ملوث. يبقى تعمل ايه بقى؟ يا ريت تلبس الكمامه جوه الحمام، يا ريت. ولو هتغسل وشك اغسلها بره بره في بيتكم خلاص، وانت خارج من الحمام وانت داخل الحمام اول ما دخلت الحمام اغسل كل حاجه، اغسل كل حاجه، اغسل كل حاجه ليك ولغيرك، يبقى هتفيدني وهتفيد اللي بعدك. لو سمحتوا الحمامات ملوثه اغسلوها، اغسلوها بالماء والصابون. ما فيش صابون، اشتري الصابون السائل حطه في جيبك، حطه شويه قطرات. بعد كده هل احنا دلوقتي بتعرف تلبس؟ يقول لك ايوه ما انا عارف بلبس الكمامه. تلبسها غلط، ما انت لبستها غلط، انت لبستها بالشقلوب، انت مش عارف تلبسها ازاي والناس ماتت اصلا منها. بص بقى، يبقى انا غسلت ايده طهرتها، حمسك المفروض في كيس، كيس معقم. دي انا دلوقتي هيسالوني فين راسها من رجليه. يبقى دور على الدعامه، مفيش ما تشتريهاش. اللي ما من تشتريش غير دعامه ما تشتريش حاجه من غير دعامه، يقول لك هتضيع على الفاضي. ما تلبسليش كمامه كل شويه نازله على مناخيرك وحط ايدي جوه وتقول لك انا لابس كمامه. لازم الكمامه يبقى ليها دعامه عشان هستخدمها بعد شويه، ولازم فيها اللون ده، اللون الملون من بره الغامق والفاتح، الفاتح من جوه خلاص، الفاتح من جوه، الغامق من بره، وايدي ايدي نظيفه. هروح ماسكها والبسها صح. البسها صح ازاي؟ اجي احطها عند قصبه الانف واحطها عند اذني، عند الاذن، وادوس الحته دي كلها اظبطها على قصبه الانف واشدها. بعد ما عملت كده اروح شددها من تحت عشان تغطي الانف والفم والدق. بالطريقه دي بقت مظبوطه واشتغل حياتي واعيش. ممكن اشتغل اربع سته ماكسيمم 8 ساعات، بس هو اربع ساعات على قدر الامكان. امتى هشيلها؟ لو اتسخت، لو عطست عليها، لو مطرت، لو حد جاب ميه، لو هي شفتها مش نظيفه، لو اي حاجه خلتها الحاجات دي كلها. طب معلش يا دكتور عشان اوضح للناس، هي المفروض تتغير الكمامه كل اربع ساعات تتغير. خليها ستة جديد. خليها ستة ماكسيمم 8. ليه؟ أوكي. وجدوا ان الكمامه الرطبه، الكمامه الممزقه، الكمامه المستخدمه اكتر من كده كفائتها بتقل. وجدوا انها النفاذيه بتزيد، بيسموها بورس، بورس يعني
بهوقت فبتدخل. دكتور دلوقتي القماش دي احسن بقى. خليني في خليني دي الاول يبقى انا حلبس دي ودي بقت بجنيه خلاص متوفره خلاص. اللي مش عايز دي جيب دي، بس خلي بالك مش عايز معنى دي انا خرجت من البيت ومعايا دي لوحدي، لا ما هتتقطع لا هتلبسها. في مشكله الناس بتموت ليه؟ بيبقى هو لابس الكمامه المدير عدى مشي يروح منزلها او كل شويه يروح عاملها لك كده اهو ويتكلم في التليفون او عايز يعطس ينزلها يعطس في اللي قدامه. ها يبقى حاجه ثانيه حاجه اشيلها، اما اجي اشيلها اروح مش شايلها بقى من كده، لو شلتها من كده ده انا هموت نفسي هموت غيري، ما شيلهاش كده ابدا. اللي كانوا اللي ماتوا في الـ في الاوبئه بتاعت السارس والميرز كانوا كان بيخلعها من هنا، يبقى هنخلعها من هنا. بالطريقه دي خلعتها بالطريقه دي واحطها في كيس واتخلص منها وخلصت منها. بعد كده بعد ما خلصت دي هطهر ايدي تاني. اعتبريها ملوثه. اي كمامه مستخدمه اعتبروها انها ملوثه وقاتله. واحد. اثنين. بعد كده انا خلصت من الكمامه. وخلعتها عايز حضرتك اتكلمت على القماش. القماش القماش مش هننكر امريكا كان فيها ازمه في الكمامات والبنات في امريكا كانوا بياخدوا كمامه من سله المهملات وكانوا بياخدوها من بعض وكانوا بيحطوا الكيس بتاع الفاكهه بيحطوه فوق راسه ويدخلوا بيه اوضه الانعاش. يبقى ممكن في ازمات واحد ما عندوش فلوس ما فيش كمامه خالص. انا بسال عشان دي بتتجاب وبتتغسل كذا مره وبيستخدموها. نعمل ايه في الكمامه القماش؟ احنا قلنا الكمامه دي مره واحده بس. ايوه بالظبط. حتى لو انا هستخدمها. الكمامه بقى القماش هتستخدمها بس ما تمشيش في الشارع والكمامه متسخه بقى لها شهر وفرحان بيها. بتحطها لك في جيبها وكل شويه داخل البنك ثم تروح مطلعها لي. الكمامه القماش عشان تخرج بيها في الشارع عايز لك اربعه. ليه؟ هتخلعها ما تركبهاش تاني تبدل. يبقى يبقى معاك كيسين، ابني رايح المدرسه ولا الكليه اديله كيسين، في كيس الكمامات المعقمه اوكي والكيمات القماش اللي هي هتس... وكده. وبعدين لما تيجي تستخدمها هتغسل ايدك تاني. طب وهتخلعها نفس الشيء. عشان هي ليه ساره سالت السؤال ده؟ لان المفروض اللي احنا فهمناه ان مش مفروض ان احنا نستخدم الكمامات الاقمشه لانها ما فيهاش الفلتر الداخلي ده فهي ما بتحميش. والله شوف بقى ما في واحد يقول لك انا ما اقدرش انا عندي اربع خمس عيال سبع خلاص ما فيش مانع استخدمها، بس يا ريت خلي بالك استخدم لي الكمامه الصح يبقى برضه احسن ان ما فيش. حاجه ثانيه احنا دلوقتي اتكلمنا على الكمامه واتكلمنا على غسل الايدي الاكل. طب ليه الدكاتره بيموتوا؟ ليه الدكاتره بيموتوا؟ ما في ناس في امراء جالهم كورونا وكانوا عارفين كل حاجه زينا. ايه جت من العين. الله يعني ممكن انا العين تجي لي واحد قرب فيا عطس في وشي كح حد لمس الترابيزه وحطها على عينه لابس الكمامه بس عمل كده في عينه يبقى العين ممكن تدخله. وفي مستقبلات الفيروس اللي موجوده على الخلايا التنفسيه موجوده على الجلد وموجوده على العين. يبقى خلي بالنا التهاب العين من علامات الكورونا. ادي واحد العين بتدخل واللي لابس لابس كمامه مش كفايه. يبقى انا لو قاعد في مكان وخايف وعايز احافظ على عيني لما اجيب نظاره كبيره او اجيب الفيس شيلد. الفيس شيلد ده اللي هو القناع البلاستيكي اجيبه واطهره قبل وبعد الاستخدام. يبقى في ناس بقى بتستخدمه غلط ان هي بتحط القناع ده وما ما بتحطش فيه ماسك. لا مش كفايه مش كفايه مش كفايه مش كفايه لازم القناع والماسك. يعني القناع ده اعتبره حمايه للعين. بعد كده المسافه اللي انتوا عاملينها دي جميله جدا. يبقى انا لازم يبقى بعيد عنكم كده اهو. يبقى بسال دايما قبل اروح المكان المسافه دي ممتازه. ابعدوا عن بعض، كل ما هتقرب مني هبعد عنك. يبقى مهم جدا دي قاعده، ما حدش يجي يقرب مني، ما حدش يقول لك اسلم عليك وحدك، انت خايف مني؟ انا خايف منك، ابعد عني. يبقى حتى لو في البيت هيجي الحفيد يزور جدته، هيجي ابنها يزور والدته، خطيبها جاي يزورها، البس كمامه وابعد عني. ليه بقى؟ وجدوا ان 40% من فيروس الكورونا العدوى بتاعته بتبقى بلا اعراض. يعني الولد جاي يسلم على جدته وزي الفل بس هيديها الفيروس ويمشي وهيموتها. هو حامل الفيروس بس هي هتلقط منه العدوى. طب احنا معانا تليفون يا دكتور بعد اذنك. الو الو ايوه ساره اهلا أيوة. بيكي يا ساره اهلا بيكي اهلا حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي عندك تساؤل للدكتور؟ اتفضلي. انا طالبه واحنا نازلين نمتحن، انا عايز اعرف ايه الاكل اللي احنا المفروض ناكله مثلا. حاضر. ايه الحاجات التغذيه الصح اللي نتغذاها؟ برافو. حاضر برافو يا حبيبتي عليك. حاضر برافو عليك انك مهتميه بالموضوع ده. هو ده كان سؤالنا فعلا التالي. يبقى الاكل يا دكتور خلاص بقى وبعد كده هنطهر كل حاجه نلمسها او نتخيل ان احنا هنلمسها. قبل الاكل قبل الاكل لازم تناموا بدري. تناموا بدري. النوم عدد ساعات النوم بيقوي المناعه. البرامج اللي انا باجي فيها باجي الصبح بدري 8 و7 الصبح ويستحيل اجي واحده و12 ورفضتهم بال20 مره. مش هسهر ابدا. انا لو سهرت اعرفوا ان انا مش فاهم حاجه في المناعه. انا مش هسهر ابدا في برنامج بليلي. البرامج الليليه بتقلل المناعه.
افهموها بقى وتعلموها اللي هي بتاعت الحاجات التوك شو والكلام ده. ليه؟ الناموس كوكب الارض لازم تنامي بالليل، الاسد بينام بالليل، ربنا خلقنا كده وبيقوي المناعه. يبقى النشاط بتاع الجهاز المناعي ينشط ليلا في الظلام الدامس بدون ضوضاء، يبقى كل اللي حواليا المفروض يساعدوني، كل المنطقه بتاعتي اللي انا ساكن فيها ولا بيعملوا مزيكا بالليل ولا ضوضاء، لانه عرف الدكتور بينام بدري لان الضوضاء مش هتخليني انام. يبقى هكذا. اثنين بعد كده ندخل على الاكل. الاكل نفطر الصبح بدري، نفطر في بيوتنا، ناكل الاكل بتاع جدتك اللي جدتك بتاكله. يبقى مش بحاجه اسمها فاست فود. ليه؟ اصل الاكل في نيويورك وايطاليا وباريس ولندن كلهم اكلوا الاكل بتاعهم وشفت اللي حصل فيهم ايه. الاكل بتاعنا هو اللي كويس، الاكل بتاعنا اللي هو افطر الصبح اللي موجود في البيت، طعميه، فول، مفيش مانع بس مش لوحده، اساسي فول، عيش بلدي، وسلطه. هتحط سلطه في كل مره، كل مره احط سلطه، الثوم والبصل افتح فيهم زي ما انت عايز، وتمتع بمظله هتحميك من الكورونا واخواتها اللي جايين اللي هيجوا بعد كده وكل فيروسات تنفسيه. طب على ذكر الثوم والبصل يا دكتور، انا شفت مثلا فيديو من الفيديوهات اللي كانت معروضه على السوشيال ميديا، حد بيفرم البصل وبيستنشقه، في حد تاني بياخد ثومه الصبح على الريق. لا لا لا، انا باخد 10 و12 10 و12 تومه، ولازم كان عندهم 4 سنين بياخدوا 4. بصي احنا هنمخ على بعض كده. لا 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 لا، الكورونا اسهل. احنا في بيتنا، احنا بيتنا مش توم، اسمه اللوز، اسمه اللوز. احنا بنقول هات دي كبشه لوز. يبقى انا اي مكرونه، اي حاجه بتاكليها حط فيها، انا بحط كبشه. الكبشه بتاعتي دي كبشه، واولادي كلهم بيقولوا ايه ده؟ ماما خدت كل التوم دول بابا النهارده. طب خلاص هجيب لك، بس خد التوم بتاعي. يبقى بابا خليه. يبقى بنعتبر التوم لوز، والتوم الني كانه مكسرات الني، بس على شرط هتجيب التومه الكبيره. انا باخد 10 وممكن 12. التومه الكبيره وتقطعيها او فرميها زي ما انت عايزها، خليها بحجم الرز وسيبيها 10 دقائق في الهواء. ليه بقى؟ بيطلع منها مواد اللي بنشتغل عليها، اللي هتشتغل على البكتيريا واللي على الفيروسات وعلى الكانديدا وعلى الفطريات. هو ده سر التوم. يبقى لازم التوم يشوف الهواء قبل ما تاكليه، ولا تبلعها ولا تقول للصبح ولا الكلام ده، ولا حبايه ولا حبايتين. لا، انت عايز تستفيد تمتع بالتوم. وكل اللي بياخدوا توم بالطريقه بتاعتي فوق ال 20 سنه من يوم ما جيت مصر، بقول 20 سنه قوي. ولا يعرف بالانفلونزا ولا برد ولا كورونا، مناعه معروف. تمام. الست تقول لي ونوم عملتها يا دكتور؟ مفيش، خلاص. معانا فلوبادير. الو الو فلوبادير، اهلا، مساء الخير. انا فلوبادير، كنت عايز احكي تجربتي مع كورونا. انت جات لك كورونا؟ اها، احكي لنا بقى تجربتك. الف سلام. الله يسلمك. اوكي، هي بدات في الاول خالص، هي مرحلتها قعدت معايا بالظبط 3 شهور. سوري، هو شهر واحد، يعني 30 يوم بالظبط. 30 يوم، اوكي. بالظبط. 15 يوم تعب و15 يوم تاني نقا. اوكي، فترة نقا. تمام. بس في الاول خالص بدأت جات لي من الجامعة، كنت بدفع مصاريف الجامعة وكانت الدنيا زحمة جدا. وكنت لابس كمامة بقى ولا لا؟ كنت لابس كمامة واخد الكحول وكل حاجة بس كان بروبلم بس في الزحمة. الناس ملزقة في بعض، وعنيك طبعا ممكن 4 بنوك مختلفة. يعني بعت البنك بتاع مول مصر وبنك الجامعة اللي هو في مدينة الانتاج، و في بنكين، واحد في الفجالة وواحد في شارع رمسيس. اكتر من بنك يعني. ايا كان يعني الاربعة زحمة جدا. بس هو اكيد واحد من دول طبعا. فترة العلاج بقى كانت صعبة عليك بتاع الناس. مريت بيها ازاي؟ احكي لنا على فترة العلاج بتاعتك بقى، مريت بيها ازاي؟ في الأول خالص لما كنت تعبان قوي ما عرفتش استحمل إن أقف على رجلي، فأخدت كمية مسكنات مش طبيعية عن طريق حقن. بعد كده بقى ما فيش أوريدي علاج لكورونا، فالفكرة في المناعة هي اللي بتحارب. فابتديت آخد فيتامين سي وزنك كتير جدا. على 3 مرات في اليوم، يعني كل يوم 3 جرعات، والجرعه نفسها بتبقى ثقيله جدا. انت بتاخدي كميه فيتامين. انت عانيت لمده 15 يوم وخدت كل الادويه دي. بعد ال 15 يوم حسيت ان انت اتحسنت؟ حسيت ان انا كويس قوي، بس برضو التزمت. ممكن يبقى جوايا حاجه لسه جواك الفيروس. انا لو طلعت بره ممكن تعدي حد، يا اما هاخد من حد عشان انا مناعتي قليل. طبعا طبعا.
طب هايل ان انت حكيت لنا على تجربتك دي عشان برضو دكتور مجدي يعلق عليها. ميرسي قوي يا فيبتيرو والف الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. طبعا هو شباب خلي بالك شباب ده برضو مناعته احسن من الناس التانيين. تمام. هو برضو هرجع مره تانية هقول حكايه العين. لما تكون في زحمه لازم معاك فيس شيلد حطه احتياطا. انا خلاص بقى الطابور خلاص، ويا ريت في الطابور يبقى بعيد بقى عن بعض مترين. اي طابور وانا بروح في اي مكان في طابور بسيبه. ايوه بعرفش سوبر ماركت بعد ما بعرفش طابور لا. وبعدين بقول لهم ليه عاملين كده ارجع لكم تاني ما اعرفش. يبقى احنا يا ريت احنا كمان نوعي بعض. الحمله انتوا بتعملوا حمله عالميه مشكورين، عايزين الحمله في المجتمع بتاعي في القريه في البيت في الاسره في الطابور اللي انا واقف فيه. انت مش لابس كمامه ليه؟ ابعد عني ابعدوا كذا. يبقى نقول كده لبعض الحقيقه في ناس ايجابيين جدا يا دكتور. دي ثقافه هنقلها من بعض. يعني في السوبر ماركت وانا في السوبر ماركت لقيت واحده راجل ماشي في السن كبير في السن وماشي بيكح وما كانش لابس الكمامه مع ان هو دخل السوبر ماركت عشان لازم بالكمامه. راحت مناديه الامن قالت لهم لو سمحتوا هو بيكح ومش لابس كمامه. ففعلا لازم نكون ايجابيين. هنعمل ايه بقى؟ هنشتري كمامات اللي هي مغلفه بجنيه. خد يا عمو خد يا حاج خد يا طنط. فهو بعد كده هيتكسف وما يخرج هيبقى معاه الكمام واقفين هيعرفوا ان دي ثقافه. قلت لك دي احنا في حرب والحرب ليها دروع والدرع بتاعك اليونيفورم بتاعك هيبقى كمام اولها. بعد كده نرجع تاني للاكل. احنا قلنا طب معلش معانا احمد من القاهره ناخد التليفون ده ونرجع للاكل على طول. الو 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 ايوه استاذ احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله. معاك احمد مكاوي من الدهليه يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا انا عاوز اتكلم عن المفروض يبقى في رقابه من الدوله على المواطنين لان الموجه الثانيه احنا عارفين بانها اصعب من الاولى. بالظبط. اولا احنا عندنا على سبيل المثال قريه المقاطعه مركز السنبلاوين فيها السناتر والدروس الخصوصيه الاوضه فيها بتاع 70 عيل والدروس لسه وبعدين ما فيش رقابه على كده خالص. وبعدين عندنا سوق المقاطعه في شارع 4 متر وبنطالب رئيس مجلس مدينه السنبلاوين ورئيس الوحده المحليه ينقل السوق في مكان واسع ما هوش راضي. والمكان ده يبقى فيه بتاع 50,000 مواطن ماشي في السوق بزقه في بعض وفيه زحام. ففي اهمال يا فندم. المفروض يبقى فيه رقابه عن المواطنين على اساس المرحله الثانيه دي صعبه اصعب من الاولى. ده حقيقه. المفروض يا فندم المفروض يبقى فيه رقابه عن المواطنين يا فندم. ماشي. طيب انا عايزه اقول شكرا. طبعا انت حضرتك عندك حق اكيد الدوله لها دور بس كمان الاشخاص نفسهم اولياء الامور. بالظبط كده. اولياء امور الطلبه مش مفروض يودوا اولادهم يعني انت ما انا عندك المدرسه دي ده انا عندك المدرسه دي سنتر ليه؟ ارفع بقى سمعت التليفون كمواطن كده وبلغ البوليس ما تستناش بقى لوحده محليه ولا اي حاجه. وبعدين يعني. لازم يدوا لازم انتوا المصريين طول عمرهم مشهورين بذكاء وشعب عبقري وشعب جميل. ادوا فرص لاولادكم يذاكروا السنه دي كده من غير اي حاجه شوف هيحصل ايه. هيطلع العبقري وهيطلع الجميل وهيطلع المبدع. خليهم يطوروا انفسهم. دي ظرف ده ظرف طارئ. انا دايما بقول اذا الكهرباء قطعت هعمل ايه؟ هذاكر تحت كوبري بتاع اسمه ده اي عمود نور. وهكذا يتصرف يتصرف يتصرف. نرجع تاني للاكل. الاكل الاكل برضه احنا قلنا هنفطر ونفطر اكل صح ويا ريت يبقى الاكل بتاع البيت معمول في البيت. وهنبطل الفاست فود ومش هنشرب الحاجات المحموده في الثلاجات. كفايه كفايه سكر. والسكر انتوا تعرفوه قاعده كده السكر اللي ناخده الابيض ده والبني 80 ضرر للمناعه. مفيش سكر. بعد كده احنا لازم ناكل الاكل دايما الون المائده بتاعتي. يبقى لازم احاسب انا الخضارات بقى كلها وعشان ما نظلمش الست وتتعب الام والكلام ده خلي البيت انت اعملي خيار وانت اعمل طماطم وانت اعمل كذا. يبقى كلنا نشارك في السلطه عشان نعرف ان السلطه دي اساسيه للوجبات. السلطه على الاقل خمس الوان. خمسه في واحد تديني كام؟ حوالي 25,000 ماده ترفع المناعه. 25,000 ماده اللون الاحمر لازم يبقى موجود مش بس طماطم اي حاجه حمراء طماطم خيار غيره. بقى نحط الاحمر أي والاخضر أي حاجة. كل الالوان اساسيه يعني والأزرق. طبق السلطه والابيض أوكي. كل الحاجات دي كلها بتغطي والبصل السلطة. مع السلطه وكل الحاجات دي كلها بتديكي الياف بتديكي حاجه اسمها مركبات الفايبر كده كل دول بيرفعوا المناعه. ده اللي فارق ده اللي فارق جدا. طب مش ملاحظين ان الصين اللي كانت هي مصدر الكورونا مصدر ليه؟ عرفوا التوم كبش التوم كل يوم في المدارس لكل طالب. عرفوا السلطات بطلوا الاكل اللي كانوا بياكلوه زمان بيعملوا الورق الاخضر و و و يبقى لازم السلطه كمان فيها الورق الاخضر. عملنا الحاجات دي كلها وبعدنا عن النظام الغربي السريع الذي سقط امام جحافل الكورونا هيبقى عندك مناعه جيده. بس في شويه حاجات سمعتي في لوباتير. في لوباتير يعني برضه يقول لك انا خدت فيتامين سي لا, لا 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 مش كده. في لوباتير هو لازم نعرف ان احنا محتاجين فيتامين سي كل يوم وانا مش حاضر اخزنه في جسمي. وفيتامين سي للاسف بيخرب بالتجميد
والتثليج والتبريد والغليان والتسخين. احنا نشوف الفاكهه اللي فيها فيتامين سي وناخدها فريش على طول. فين اول واحد؟ البرتقال والليمون. مش لازم تتحط في الثلاجه. لا البرتقال والليمون انت هتدور على الجوافه الاول، وهتدور على الكيوي، وبعد كده دور على الفلفل الالوان، وبعد كده دور على البروكلي. الناس مش عارفه الحاجات دي غنيه جدا. ودور على البقدونس، وبعد كده اخر حاجه البرتقال والليمون والاستفاني. دول هيدوك فيتامين سي. انا محتاجه ليه؟ اصله مضاد للاكسده، اصله بيدخل في تركيب الكولاجين. طب والكولاجين ده هيخلي جلدي كرمش. مش بس كده، ده اللي بيدخن بيخلي الكولاجين يتكسر، وبالتالي فيتامين سي يبقى زيرو. طلع بقى ان الكولاجين مش بس مهم عشان الجلد والجمال، لا ده عشان حاجه اسمها الانسجه الضامه، اللي هي بتخلي الرئه من جوه الخليه ماسكه في الخليه، فهتبقى الرئه ماسكه في بعضها. لو ما فيش كولاجين ما فيش فيتامين سي، العمليه هتتبهوأ، وتبقى الخلايا ما فيش اي حمايه، والنسيج يرتع امام في الفيروسات. طب معانا هناء يا دكتور، معلش بعد اذنك، هي مريضه كورونا. الف سلامه يا هناء. الو يا هناء. الو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلام عليك. الله يبارك. لقيت عندي كورونا وعملت اشعه صدريه، قال لي هي في الرئه الشمال من تحت، دوك حاجه بسيطه في اولها، وده تاني اسبوع ليا، وخدت كورس هناك، وكنت عند الدكتور امبارح وطمني، قال لي بس ممنوع للخروج فتره النقاهه الاسبوع ده كمان. انت عملتي مسحه ولا لا يا حبيبتي؟ لا هو بس عملت، لا انا عملت اشعه الصدر. مش لازم مسحه خلاص دلوقتي. ايوه عملت، وتابعت مع الدكتور، مع الدكتور صدر. اهم حاجه في الموضوع اللي انا كان عندي غمامان نفس فظيعه، ومش عايزه اكل، مش عايزه اشم ريحه الاكل نهائي خالص، يعني مش طايقه. يعني انت ابتدت معاكي بانك حاسه بغمامان نفس؟ لا هي بدات معايا ان انا مش شامه حاجه، عدم مش شامه على طول. مش شامه، وبعد كده متذوق وإزهاق. لا التذوق كان شغال ما قطعش عندي، بس كنت اللومه اللي كلها يجي لي مغص واسهال. قال لي دي الاعراض. كان في حراره ولا لا؟ لا لا ما كانش في حراره، يعني في ولا كانش في كحه ولا كان. قال لي لان هي لسه في بداياتها، فربنا كرم ان انت جيت بسرعه وعملت الاشاعه، والمهم خدت كورس علاج. فبعد كده انا لقيتني بعدها بثلاث اربع ايام من كورس العلاج، لقيتني بقى مش طايقه، لما ابتدت احس شم الجيني لما خدت العلاج، مش طايقه ريحه الاكل نهائي، وغمامان نفس فظيع، واللحوم بالذات مش طايقاه. ابتدات يمكن النهارده اول يوم كنت عندي اعاده كشف امبارح، قال لي الحمد لله اللي انت كده عديتي منها، بس انت هتقعدي اسبوع نقاهه كمان، ممنوع الاختلاط باي حد ثاني لغايه ما تعملي اشعه من السبت. اللي انا بسال عليه يا دكتور، انا عندي الضغط ساعات بحس ان دماغي زي ما تكون حاجه ربطاها جامد، ومش طايقه، انا باخد كونكور وباخد تابوتين. يعني عندك حاجة... صداع؟ لا حاجه كان دماغي، حاجه دماغي. انا عندي الضغط. ايوه دماغي مخنوقه. المهم يا دكتور، ايه الاكلات اللي الفتره دي بقى بعد مثلا في المرحله دي، ايه اللي انا اهتم بيه عشان الواحد ترد صحته تاني، واحس بطعم الاكل وحلو، وما احسش بغمامان النفس؟ طيب حد بيدخن عندك؟ حد بيدخن قدامك؟ في حد بيدخن عندك في البيت؟ لا 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 شاطر. ليه بقى؟ اللي بيدخن قدامي، اللي بيدخن قدامي بيكسر عندي فيتامين سي. لو حد دخن قدامي سيجارتين بقيت زيرو. امال اللي بيدخن نفسه؟ امال يعني هو مسؤول عن نفسه بقى. يبقى اللي بيدخن قدامي، حتى الجيران، حتى الجيران، تدخين الجيران يضر السكان في العماره كلها، حتى في الدور الثاني، في الدور الرابع. خلي كده الخناقات. ايه يا دكتور؟ لا ماليش دعوه، لازم الناس تعرف تدخين الجيران بيقلل. بصي، واحد ساكن جنب واحد ثاني في نفس الدور او فيه او تحتيه 20 سنه، بعد شويه هيجي له امراض قلب ومشاكل في الضغط و و و و و و و وبعد كده للاسف يجي له كورونا. يبقى التدخين ليه علاقه بالكورونا، وبيخليني محروم من فيتامين سي. برضو احنا دلوقتي عشان هي عايز تاكل، ما تاكل الحاجات اللي ما فيهاش صوديوم، يبقى انت ابعدي عن الطرش والمخلل والملح والجبنه والحاجات دي، خدي الجبنه دلع وهكذا، وتاكل الاكل اللي غني بالسلطات والفواكه والكلام ده والالياف، وان شاء الله ربنا يحفظك، والعب رياضه واشرب ميه كتير، وابعد عن التوتر واحمد ربنا. بالنسبه انت قلت اتكلمتوا على الاعراض، عشان بس الناس تعرف الاعراض الجديده والسلاله الجديده واللي بيحصل. بيبقى في حاجات مش متوقعه، زي ان انا عندي عياء، انا تعبان ومش قادر اسيب السرير طول النهار نايم. فكر في كورونا والله. والتحليل يعني لو عرض واحد نفكر في كورونا على طول. ومش هنعمل، شوف بحضرتك، مش هنعمل التحليل على طول، هنصبر اربع ايام. ومش هعمل مسحات دلوقتي، سيبك المسحات. اربع ايام في حاجه غريبه حصلت في البيت، مش عايز يقوم من السرير. وجع غير عنده حساسيه في جلده، عمال ارتكاريا. فيش تذوق، التذوق والشم، اسهالات يومين ثلاثه، صداع، مش لازم حراره، صداع. الحاجات دي ابتدت تخلينا نشك في الكورونا. طب خلاص سيبك اربع ايام، بس لا، اربع ايام مش عايز يقوم من النوم، اربع ايام بيهرش، اربع ايام ارتكاريا، لا عينه
عينه ملتهبه وحمراء، ايه اللي الفظيع ده؟ عينه يطلع صابعه كبير مش عارف مش هذا اللي هو اي عرض غير عادي حوالي 19 عرض. دكتور اقول لك على حاجه، هي المشكله في حاجه حرقان الامانه، حرقان في الصدر، حرقان في الصدر طبعا ساعات بيجي الناس كتير جدا وحموضه على خفيف بس طالعه في الصدر وحاجات كده بس. ألف سلامة. ألف سلامة. أنت عايزة مية. لا بص عارفة الكحة اللي أنا ساعتها دي، لحظة بس، الكحة دي الكحة بتاعتك دي أنت عايزة مية، محتاجة مية كتير. مية تطرد البلغم بسهولة وتخلي زي ده الفل. هي الناس بس عارف يا دكتور لما بقول إيه، إن الناس ما بتبقاش قادرة كلها إنها تروح تعمل مسحة لأن المسحة مكلفة شوية. مش عايزين مسحة. في تحاليل دم كتير، في تحاليل دم وتحاليل دم بتقول برضه سهلة سهلة. طيب نصيحة في جملة كده أخيرة لأن وقتنا خلص يا دكتور. فيتامين ألف فين؟ كل حاجة برتقانية، كل حاجة صفرة، كل حاجة خضرة ورق. فيتامين دال حلاوة شمسنا، لازم أطلع الشمس تكون موجودة وعري دراعاتي وعري رجلي، أقعد في البلكونة أي حاجة. فيتامين دال يدخل في 2000 شفرة وراثية مهم جدا من ضمن بروتوكول العلاج. وربنا يشفي الجميع. هو المشكله ان حلاوه شمسنا احنا بناخد خفه دمنا بس. مش عاملين حلاوه شمسنا طول الوقت نتريق عليك. بشكرك يا ساره، بشكرك جدا يا دكتور مجدي. اعزائي المشاهدين بنشكركم ونلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله الساعه 6 ولما حلوه جديده. انتم مره